هذا البرنامج برعاية مساء الخير. مساء الخير على مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية. حلقتنا النهاردة جاية بعد مرور 4 أيام على الحادث الموجع الأليم الخسيس اللي تعرض له عدد من أفراد وزارة الداخلية وتحديدا من مديرية أمن الجيزة في طريق الواحات على أيدي خسيسة جبانة. هذه الأيادي الخسيسة أحزنها نجاح مصر في تخطي بعض أزماتها الاقتصادية، فنعزي أنفسنا ونعزي أهالي الضحايا، وبدورنا في برنامج الأرض وفي قناة مصر الزراعية بنقول إن شاء الله مفيش أي شيء هيسني أمننا وجيشنا وشعبنا عن إكمال مسيرته التنموية والحضارية ومواصلة مسيرته ضد الإرهاب وضد محاولات النيل من مصر ومسيرة المصريين. بقاء لله، وربنا يرحمهم ويصبرنا ويصبر أهليهم. ثم أما بعد، تعبنا في برنامج الأرض من فتح ملفات خاصة، فقلنا نشوف ملف عام أشمل ينفع كل الناس، الناس المعنيين بينا إحنا، اللي هو المزارع والمستهلك. المستهلك اللي بيصرخ من ارتفاع أسعار الأغذية، والفلاح اللي أيضا بيصرخ من الخسائر نتيجة حاجتين: ارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض اسعار الحاصلات اللي هو بينتجها. طيب، عشان نوصل لحل يكسب المزارع ويريح المستهلك في معادلة واحدة نعمل ايه؟ اكيد اللي فاهم اقتصاد هيقول مفيش حيلة غير زيادة الانتاجية من وحدة الفدان، ودي كلمة سمعناها كتير، لان خفض تكاليف الانتاج اصبح من الامور شبه المستحيلة. أنا أقصد كلمة شبه المستحيلة دي لأنها النهاردة مع تقدم العلوم ما عادتش مستحيلة، برغم أن في ارتفاع أسعار كل المدخلات سواء أسمدة أو مبيدات أو عمالة، كمان تكاليف الري سواء بالسولر أو بالكهرباء. يعني أصبح خفض تكاليف الإنتاج مع تثبيت العوامل دي شيء ممكن. طب إزاي؟ ده من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التغذية ومكافحة الأفات والأمراض. ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضيوفي في الاستديو في فقرتنا الرئيسية اللي هنتناول فيها سبل مكافحة بعض الأفات اللي بتقضي على أكتر من نص إنتاجنا الزراعي، وبالتالي المبالغ والجهود اللي بنصرفها على الفدان بتخلي الفدان ده يدينا نص محصول بدل ما ناخد منه 3/4 محصول أو محصول كامل. هيكون معانا ضيفين عزيزين. معانا هيكون المهندس نادر يونس، مدير عام الإدارة العامة للمكافحة بوزارة الزراعة، وهيكون معانا المهندس صبحي ليلة، وده أحد خبراء الزيتون اللي شغالين في الغيط وسمار الغيط على وجوههم وعلى أيديهم، يعني راجل من قلب الغيط جايبينه. لكن قبل ما نشوف فقرتنا الرئيسية زي ما عودناكم، تعالوا نشوفوا عندنا أحداث جديدة أو أخبار جديدة إيه النهاردة حصلت اليومين اللي فاتوا وما يحصل بكرة. يوم الحد الماضي البنك الأهلي المصري، ده من أعرق البنوك المصرية ومن أعرق بنوك منطقة الشرق الأوسط، عمل لفتة اقتصادية تسويقية حضارية أكدت للمشاهد أو للمتابع أنه مش مجرد مؤسسة مصرفية رعية، يعني بتقرض فلوس وتاخد عليها فايدة، لكنها مؤسسة اقتصادية انتاجية بتشجع الانتاج وبتدعم التنمية الحقيقية في مصر من خلال تمويل المشاريع المنتجة سواء للسوق المحلية او للتصدير.
وده جانب من مشاركته البناءة في مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فوجئنا بدعوة كريمة من مجموعة الدقهلية للتنمية الزراعية والإنتاج الداجني لتغطية زيارة نائب رئيس البنك الأهلي الأستاذ يحيى أبو الفتوح لمجزر المجموعة ومحطتها لتعبئة وتجهيز الفواكه للتصدير في مدينة العاشر من رمضان. سألت المحاسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي والمهندس محمود العنان رئيس مجموعة الدقهلية عن الهدف الحقيقي من زيارة البنك للمجزر والمحطة. الاثنين أجابوا إجابة بصراحة تثلج الصدر. أنا سجلتها وهدعوكم لمشاهدتها واسمعها. خليكم معانا وراجعين تاني. زيارة البنك الأهلي الواحد ده من أكبر قلاع الصناعات الغذائية في مصر، هدف في إيه النهاردة؟ أولاً التعرف عن قرب على هذه المفخرة، فعلاً حاجة مصانع على أعلى مستوى تراها زي لا تقل عن أي مصانع بتشوفها خارج في أوروبا والدول الأخرى. نظافة على أعلى مستوى، هيجين على أعلى مستوى، تعقيم على أعلى مستوى، حاجة تشرف وتطمن الناس كلها على المنتج اللي بياكلوه ان هو على حاجه على اعلى مستوى. يعني هي زياره ضميريه من البنك الاهلي بيطمئن ايضا على ان تمويله بيروح لجهه محترمه امينه. لا احنا مطمنين من الاول، يعني مش لسه هنطمن، احنا مطمنين واحنا نعتبر شركاء مع محمود بيعناني. مجموعه الدقهليه مجموعه محترمه ملتزمه، عندها حجم شغل متميز، فكان لازم نبقى متواجدين معاهم، لان احنا هدفنا الاساسي هو الصناعه والتصدير. اي حاجه مع الصناعه والتصدير احنا واقفين معاها وبقوه ان شاء الله. بس احنا النهارده دي صناعه موجهه للسوق المحليه، لان احنا عندنا يا دوب لسه شويه عجز صغيرين في الدجاج. يعني ما دي بتقلل من الاستيراد وبالتالي تعتبر نوع من انواع التصدير الداخلي يعني، لكن فبالتالي انت اهم حاجه ان انت تلبي احتياجات السوق المحلي، ولو عندك قدره على التصدير هتبقى حاجه متميزه، لان في جزء من هنا بيتم تصديره بالفعل. فبالتالي البدايه ان انت تكفي السوق المحلي، مش محتاج للاستيراد من الخارج ثم التصدير الى الخارج. اطمئنانك ايه لاستثماراتك مع البنك الاهلي او تمويل البنك الاهلي لك؟ البنك الاهلي يعني ده يعتبر اكبر بنوك مصر واكبر بنوك المنطقه العربيه يعني، واحنا فخورين ان احنا بنشتغل مع البنك الاهلي. هو اللي مول هذا المشروع ومول مشاريع اخرى ان شاء الله قريبا يعني هيحصل لها افتتاح خلال شهور، ولكن هو يعني له الفضل ان شاء الله في تمويل هذا الصرح اللي انت حضرتك شايفه ده. يعني طبعا يعني يحيى بيه عارف، بحكي له يعني على موضوع الجوده، ان هو مبدانا مبدا الدقهليه هو الجوده، وهذا المشروع يعني كميه الانفستمنت اللي فيه في الكوال كميه الاستثمارات اللي فيه اللي هي بتعمل او بتصب في عمليه الكواليتي كنترول والهيجين عاليه جدا جدا. احنا ما شفناش معالجه الميه ومعالجه المخلفات ومعالجه الغازات حتى اللي طالعه من الكوكرز مصروف عليها عشان يعني التاثير على البيئه، زائد الهيجين. المنتج بتاع تمري وبهيه ده تقدر تحطه في الثلاجه لمده 10 ايام وتاكله بعدها، يعني ما ليه؟ لانه العدد البكتيري المعمل عندنا بياخد مساحات باستمرار من الارض ومن الحيطان ومن ايدين العمال ومن المنتج، علشان نطمئن ان البكتيريا الكاونت او العدد البكتيري عندنا شبه منعدم يعني في اقل حاجه ممكنه. وعشان كده اللي بيجرب هذه المنتجات ما بيسيبهاش، لان ما فيهاش زفاره، وزائد الزفاره ولا فيها ميه علشان خاطر تبريد الهواء، وان الفراخ ما بتختلطش ببعضها في احواض التبريد، بحيث ان الفرخه اللي فيها اصابه فيها وساخه او شيء بتزفر بقيه الفراخ. لو بنقارن بين المنتج ده والمنتج المستورد من بره عشان اطمن المستهلك للمنتج المحلي، لا يوجد مقارنه. احنا حاجه ثانيه خلاف المستورد ده، يعني حاجات الله اعلم بطريقه دفعها وتجهيزها،
نسبة المية فيها معروفة. خد تجربة، هات فرخة من عندنا مجمدة وبياتها، وفرخة من وهتشوف الصوت. الفرخة التانية خارة مية قد ايه، وبتاعتنا ما بتنزلش نقطة مية واحدة. يعني المستهلك بيشتري 200 جرام مية على الأقل. فرق مية. وزائد ان النظافة، لأن اللي شاربة مية دي يعني اتزفرت من المية، من مية الغسيل. زائد انه الناس بتحط كلور وبتاع، احنا ما بنحطش كلور نهائي. نهائي ممنوع استخدام الكلور هنا، احنا مش محتاجين. الناس بتحط كلور علشان تقتل البكتيريا اللي بتاع، لا احنا ما بنحطش كلور. السيستم ده ما فيش فيه استخدام كلور نهائي. الاستثمارات هنا اقتربت من كم؟ والله اقتربت يعني بفلوس زمان 300 مليون جنيه. يعني الحمد لله. يعني بعد تحليل سعر الصرف المفروض 600 مليون. الله احسب انت بقى يعني كتير. الحمد لله ان ربنا اعاننا. طيب بيشتغل هنا كم عامل؟ اللي بيشتغل حوالي 500، يقترب من 500 عامل، كله بما فيها بالامن، بالفنيين، عدد كبير جدا. احساس البنك الاهلي ايه حضرتك لما تحس ان استثماراتك موجهه للانتاج وليس لاستيراد سلع ترفيهيه او كماليه للشعب المصري، بتفتح اكتر من 500 بيت في برانش او جزء صغير زي ده؟ مش مجرد احساس، دي مسؤوليه. هي مسؤوليه علينا كلنا ان احنا نزود الانتاج ونزود تشغيل العماله ونزود الاستثمارات المحليه. هو ده اللي هيخلي فيه استدامه لقوه الاقتصاد القومي. الاقتصاد القومي ما ينفعش يستمر بدون ما يكون فيه صناعه قويه، في انتاج قوي، تصدير قوي. بدون الحاجات دي كلها مش هيكون فيه استدامه للاقتصاد القومي. إذن البنك الاهلي يشجع الاقتصاد الانتاجي ولا يشجع ولا ينهض على الاقتصاد الريعي؟ اكيد، لان هو ده اللي فيه زي ما قلنا فيه استدامه للابد، وفيها تشغيل للعماله، فيها اكبر عدد من التشغيل، وفيها ضمان للمستقبل. وهنا تتجسد ايه الاستثمار النظيف في استثمار الاموال في الصناعات الضميريه، صناعه غذاء امن نظيف موجه للانسان المصري. على هامش الزيارة دي في التقرير اللي خلص الوقتي، سألت الأستاذ يحيى أبو الفتوح أسئلة جانبية. الراجل في حواه كان في منتهى السعادة، قال أنا بكون في منتهى السعادة لما بشوف مواطن مصري جاي ياخد قرض أو تمويل لمشروع لمصنع إنتاجي، لكن بكون حزين جدا لما ألاقي واحد بيلف ويدور وجاي ياخد قروض علشان يستورد سلع أو كماليات ترفيهية. المشاريع الإنتاجية هي الحل الناجع لمشاكل هذا البلد. في قلب قطاع الدواجن أيضا الخبر اللي جاي متعلق، أو الحدث اللي جاي متعلق بصناعة الدواجن. امبارح دخلت وزارة الزراعة بالصدفة، كنت رايح في شيء معين، فوجئت توجهت على طول للدور الثالث حيث مكتب الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. سألت عليها لقيتها طلع من الاجتماع الاولاني في قاعه الاجتماعات الملحقه بمكتبها. زعلت ان انا ما لحقتش الاجتماع، لكن الحمد لله لقيت التوابع بتاعته. تاكدت في خلال من الاجتماع اللي خلص ان الدكتوره منى بالفعل ماضيه في تطبيق اشتراطات صعبه جدا جدا لتداول اللقاحات البيطريه والادويه البيطريه ايضا اللي بيشتكي منها معظم المربين، خاصة المربين الصغار اللي هم يعيني بيتعرضوا لخسائر، لنفوق في القطعان بتاعتهم، وربما موت القطيع كله بسبب ان اللقاح احيانا بيجي فاسد او بايظ، او ما اتحفظش كويس من الشركة اللي استوردته او صنعته، ما اتحفظش في ثلاجات كويسة، او انه وصل للمزرعة ولم يتم استخدامه بالطريقة السليمة. المنتجين الكبار او المستوردين الكبار كانت معركتهم امبارح مع الدكتورة منى انه لا احنا ما ذنبناش حاجه، احنا بنجيب اللقاح سليم لكن اثناء التداول بتاعه من عندنا للمزرعه بيفسد. قالت لهم لا، انتوا المسؤولين قدامي، لازم تتحملوا مسؤوليه اجتماعيه ومسؤوليه اقتصاديه ومسؤوليه انسانيه ومجتمعيه تجاه هذا القطاع علشان تنموه. يعني انت لازم تبقى بالفعل متابع اللقاح اللي انت جبته او الدواء اللي انت صنعته او استوردته لحد ما يستخدم صح
ومش كده بس، وهحاسبك على نهاية الدورة بتاع الدجاج في المزرعة، هشوف المربي الصغير ده نسبة النافق بتاعته كانت في الحدود الأمنة المسموح بها 5-7% ولا 40-50-60 ولا حصاد القطيع كله. المشكلة دي يا أخوانا بتتسبب في خروج المربين الصغار من السوق، لأن هم ناس غلابة على قدهم وبيستخدموا استثمارات قليلة وبيربوا قطعان بسيطة، لكن العدد الكبير بتاعهم بيخليهم بينتجوا مثلا من 40-50% من إنتاجنا الداجين يوميا. لو خرجوا من السوق الإنتاج بيقل، يعني المعروض بيقل، فالطلب بيبقى كتير وبالتالي بترتفع الأسعار. ترتفع الأسعار على المستهلك، بيخسر المربي الصغير، بيطلع من السوق. زي ما قلنا المربين الصغيرين دول كتار قوي، وبالتالي بتتعرض مصانع الأعلاف للخسائر، بتتعرض المجازر لأنها ما بتشتغلش بكل طاقتها، وبالتالي دي بتبقى خسائر. فالدكتورة منى ألزمت في الاجتماع الأول منتجي اللقاحات والأدوية ومستوردي اللقاحات والأدوية بمتابعة سلاسل الإنتاج كلها من خلال بالفعل، أنا عاوز أشوف النتيجة في الآخر اللي هتقيم لي إن كان اللقاح بتاعك سليم أو الدواء بتاعك سليم ولا لأ، وهاخد ضدك إجراءات ممكن توصل لأن أنا أمنعك من انك انت تستورد وتتدخل الوزارة في الحالة دي. الاجتماع الثاني اللي انا لحقته كان بالفعل مع كبار منتجي الدواجن، والكبار المنتجين دول اللي هم مين؟ اللي احنا بنسميهم الانتجريتد او المتكاملين، يعني اللي عنده بيستورد جدود، الجدود دي بيطلع منها الامهات، والامهات اللي بيطلع منها البيض، ثم يدخله مفرخ، ثم يطلع منه كتكوت التسمين اللي بيوزعه على المربيين، كمان عنده مجزر، كمان عنده شركة أعلاف، أحيانا بيكون مساهم في مصنع لإنتاج الأدوية أو اللقاحات، فبتكون شركة متكاملة. أيضا الدكتورة منى هدفت امبارح من خلال الاجتماعين دول أنها تجتمع مع قطبي هذه الصناعة، وذلك للحفاظ على الصناعة من الانهيار. ألزمتهم أيضا الدكتورة منى بأن هم يكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة أيضا عن إنتاج كتكوت سليم خالي من المسببات المرضية، سواء في العامل الوراثي بتاعه، سواء في نسبة التحويل بتاعته عشان ما يخسرش المربي، سواء كمان انه ما يكونش انه يكون مقاوم للأمراض علشان ما يموتش، وأيضا نسبة نفوق عالية وبالتالي خسائر. الاجتماع ده شهد تداول كتير بين المنتجين، وكانت أفكارهم رائعة جدا، وبالفعل قدروا يطلعوا بمجموعة من التوصيات أو مجموعة من الأخبار المهمة. كان أهم خبر فيها تأسيس شركة مصرية مساهمة برأس مال يقترب من 2 مليار جنيه لتسويق الدواجن. يعني إيه؟ يعني أنا منتجش وارمي في السوق، أنا منتجش واسيب السلعة بتاعتي معرضة لشوية سمسرة، بيعملوا بورصة غير رسمية على القهاوي تحدد للسعر. المنتج احيانا بيصرف اكتر من 18-20 جنيه على الكيلو، وبيبيع الكيلو من المزرعه ب 15 وب 17 جنيه، يعني بيخسر كمان من تكلفه الانتاج. طب انا لما اعمل شركه مساهمه مصريه كبيره بتشارك فيها كل المربين وكل من لديه رخصه تربيه دواجن، او شركه صغيره او عنبر صغير مرخص، ودول عددهم مهول، عددهم اكتر من 30,000 شخص، لما يساهم في هذا الكيان الكبير بيضمن لي حاجه واحده. الدولة ناوية من زمان من 2009 ان هي تطبق القرار 70 لسنة 2009 لمنع تداول الطيور الحية نهائيا. يعني انا مش هبيع طيور حية في محل فرارجي يروح يذبحه وينظفه قدامه ويديها لي. ده اولا بيخلف ريش، بيخلف دم، بيخلف مخلفات كتيرة جدا بتتسبب في كارثة فيما يخص الاصحاح البيئي، بتنشر اوبئة، بتنشر امراض، بتخلينا ما بنقدرش نسيطر على الأوبئة، وأهمها أنفلونزا الطيور اللي للأسف اتوطن في مصر من سنة 2006. طب أنا لو نفذت قرار منع تداول الحي، المربي الصغير هيقول الله، طب أنا هروح فين؟ ده أنا هخسر جلدي، هبيع الفراخ دي لمين؟ لا يا عم، احنا هنعمل لك شركة ما عليك إلا الإنتاج، وهنوصل لك لحد باب العنبر بتاعك من خلال بورصة أمينة ستديرها هذه الشركة أيضا لتحديد السعر وفقا لمدخلات الإنتاج، بحيث أنه يضمن أنه يكون مربح لك فعلا وعادل للمستهلك النهائي. وده اللي امبارح تمخض عنه هذا الاجتماع. يعني الدكتورة منى ألزمت
الشركات دي بإنتاج كتكوت سليم، لأن دي اللي بتطلع الكتكوت، وعشان تطلع كتكوت سليم لازم تضمن أن أم سليمة، وعشان تطلع أم سليمة لازم تكون ملزم عن أنك أنت استوردت جد سليم من الخارج وتكون مسؤول عنه بالفعل، وتصدر شهادة، شهادة بأنك أنت بالفعل استوردت جد مناسب، على أساس أنك أنت لو تعرضت في يوم من الخسارة يا شركة يا كبيرة تقدر ترجع على الشركة العالمية اللي صدرت لك الجد وتقدر تاخد حقوقك. كنت سعيد جدا جدا من الحدثين دول، وبكده نكون خلصنا النهاردة أحداث الدواجن، وندخل على خبر طعمه حلو. هذا الخبر يتعلق بالفراولة، خبر بطعم الفراولة. في شركة زراعية اسمها شركة المجموعة الأوروبية بتتعاون مع شركة أيضا زراعية تاجر عنده منافس توزيع الأسمدة والمخصبات اسمها الشروق جروب، عاملين بكرة الأربع حوالي الساعة 12 الظهر يوم كامل اسمه يوم الفراولة، هيبدأ الساعة 12 الظهر بكرة. ده هيكون في فندق الشروق في مركز، في مدينة مركز بدر. فندق الشروق ده فندق من الفنادق الجميلة الجديدة اللي طلعت داخل المشاريع الزراعية العملاقة في صحراء مصر، وده هيكون في مركز بدر في محافظة البحيرة. المهرجان ده هيكون فيه محاضرات إرشادية ومحاورات بين مزارعين صغار وكبار وتجار صغيرين وكبار وخبراء ومصنعين للأسمدة ومستوردين للأسمدة والمخصبات. الحوار هيكون حول الأساليب الجديدة في تغذية الفراولة للحصول على حاجتين: أعلى إنتاجية وأجود ثمار. أجود ثمار ترقى لمواصفات استهلاكية خالية من مسببات الأمراض للمستهلك المحلي الغلبان اللي دايما كان نصيبه فرزة التصدير. الحاجة التانية ان الثمار دي لازم تبقى منافسة للتصدير ومواكبة لاشتراطات الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي اللي صادراتنا بتعتمد عليها في جاني العملة الصعبة. بكده النهاردة خلصت فقرتنا الأولى اللي هي المتعلقة بالأخبار، لكن قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية اللي يكون فيها ضيوفي مهندس نادر يونس والمهندس صبحي ليلة، هنقدم لكم فقرتنا الأسبوعية الصحية اللي بتقدمها لنا الدكتورة أمال صبري استشارية الأطفال والتغذية العلاجية، وفيها النهاردة جرعة إرشادات غذائية تجنبنا كثيرا من الأمراض بإذن الله. نتابعها مع بعض ونرجع لكم بعد فاصل قصير مع ضيوفنا في الاستوديو، خليكم معنا. مساء الخير. عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان وسط اجسامنا لازم يكون قلوي عشان اجسامنا تشتغل كويس وتكون خالية من الامراض، ولو في اي سبب خلى الوسط اجسامنا حمضي هو ده اللي ممكن يسبب الامراض المزمنة والامراض الخطيرة زي السرطان. النهاردة هنعرف مع بعض ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي وسط اجسامنا حمضي ونعرف ازاي نتعامل معاها. اول حاجة الغذاء الغير صحي، السكر. السكر ده غذاء الخلايا السرطانية والجراثيم والميكروبات. معلقة السكر الواحدة بتضعف للمناعة 6 ساعات، عشان كده ممكن نستعيد عن السكر بالعسل النحل بالفواكه والتمر، وبالتالي طبعا كل الحلويات والآيس كريم وكل العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية الخطيرة. كمان المشروبات اللي فيها كافيين، الكافيين موجود في الشاي والقهوة. نتعود ان احنا نشرب بدل المشروبات دي المشروبات الصحية المفيدة لينا زي القرفة، زي الشمر، الشاي الاخضر، الزنجبيل، اليانسون. لكن اذا اضطرينا ان احنا نشرب المشروبات اللي فيها كافيين يبقى على فترات متباعدة. الدقيق، الدقيق الابيض ده في منتهى الخطورة جدا. دلوقتي بيعالجوا السرطان ان هم ينزعوا السكر والدقيق من الاكل. مهم قوي ان احنا ناكل حبة القمح الكاملة زي ما ربنا خلقها، عشان كده العيش البلدي الاسمر ده هو الافضل طبعا من العيش الابيض والفينو، حتى كمان من العيش السن. الملح، الملح مهم قوي ان احنا نقلل الملح في اكلنا، ونتاكد ان الملح اللي احنا بناكله يكون ملح البحري المفيد، اما الملح العادي ده مليان صوديوم، والصوديوم طبعا بيأثر على الكلى وبيرفع لنا الضغط، ده غير ان بقى فيه شويه رمل وشويه ازاز، وده اللي بيعمل التهاب في جدار الاوعيه الدمويه ويسبب تصلب الشرايين. الدهون الضاره، ودي طبعا موجوده في الوجبات السريعه،
والمقليات، وطبعا لازم نتجنب كل المأكولات اللي هي محفوظة اللي فيها مواد حافظة ألوان صناعية والمصنعة والمعلبة، ونهتم دايما احنا ناكل كل حاجة طازة. أكلنا لازم يبقى صحي، لازم يبقى يا إما مسلوق أو مشوي أو ني في ني. اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء علشان فيها هرمونات وعلشان فيها طفيليات ضارة وبتاخد وقت طويل في الهضم برضو بتسبب السرطان، وعشان كده يبقى اللحمة الحمراء يفضل انها تبقى مرة كل شهر، ونعتمد طول الأسبوع على السمك مرتين، الفراخ ممكن مرة، وبقية الأيام يبقى البقول والبروتينات النباتية مع الخضار والفاكهة، كده غسلنا جسمنا طول الأسبوع. كذلك المنتجات الالبان، يفضل لينا ان احنا ناكل الزبادي او نشرب اللبن رايب عن الحليب اللبن العادي او الاجبان، واذا اضطرينا ان احنا نشرب لبن يبقى على فترات متباعده، ويفضل ان احنا نستبدله بلبن الصويا. طبعا التصرفات الثانيه الخاطئه زي مثلا التدخين، طبعا ده عايز حلقه خاصه لوحده، قله شرب الميه وقله الحركه وممارسه الرياضه بتعمل لزوجه في الدم وبتقلل الاكسجين اللي رايح في الجسم، والسهر. الجسم بيخلص نفسه من السموم من الساعه 9 لغايه الفجر، عشان كده مهم قوي ان احنا ننام كتير، يعني يكون قبل 11. كذلك المشاعر، في مقولة بتقول أنا شبت من الخضة أو من الزعل، الكلام ده حقيقي فعلا، لأن كل ما بتزيد حموضة الدم من مشاعر الانفعال، توتر، الغضب، الحقد، الكراهية، كل ده بيسبب حموضة عالية في الدم، الكالسيوم يطلع من العظم زي ما قلنا، يروح يترسب على بصيلات الشعر، وهو ده اللي بيسبب الشيب، ده غير أنه بيترسب في الكلى وفي المرارة ويعمل لنا حصوات. عشان كده دايما خلي بالكم من مشاعركم، كل يوم الواحد يعرف نفسه هو النهارده قلبي ولا حمدي، لو لقى نفسه كسلان وخملان وما عندوش قدره ان هو يشتغل، عنده صداع، عايز ينام، مكتئب، يبقى هنا ده كده حمدي، يبقى لازم يتصرف بشكل ان هو يرجع القلويه تاني. اسرع طريقه ترجع لنا قلويه الجسم الخضار الاخضر، كل الخضار اللي ليه اوراق خضراء زي الشبت، الكزبرة، البقدونس، الجرجير، الكرات، الخس، السبانخ، وكمان الخضار الكرنب، الأرنبيط، البروكلي، كل الخضار الأخضر ده بيرفع لي القلوية بسرعة جدا. غير كمان الليمون طبعا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، ممكن نعمل ماء قلوي ان احنا نجيب مية ونعصر عليها ليمون او حتى بيكربونات الصوديوم، كده انا عملت قلوية على طول في الجسم. ما ننساش الفواكه المفيدة زي الرمان والموز التفاح، كلهم بوتاسيوم وصوديوم، بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم، كل ده بيعوض لي الحموضه. ما ننساش كمان ان احنا نتعلم ازاي نتنفس تنفس صحيح، ناخد نفس عميق دايما، لان ده بيدخل الاكسجين للجسم بشكل كبير، وكل ما يكون في اكسجين بدرجه كافيه في الخلايا ده بيموت الخلايا السرطانيه. افتكروا دايما الخلايا السرطانيه ما تقدرش تعيش في وسط القلوي ولا في وجود الاكسجين. كل يوم كل واحد فينا لازم ياخد قراره هو عايز يعيش حمضي ولا يعيش قلوي. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، والى اللقاء في حلقات اخرى واسرار جديده في عالم الغذاء والدواء. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين. كثره الشكاوى من المزارعين الكبار والصغار اللي بينتج للسوق المحليه او اللي بيصدر، ومصدر الشكوى ارتفاع مدخلات الانتاج وبالتالي ارتفاع تكلفه انتاج الحاصلات الزراعيه، معاها في نفس الوقت تراجع اسعار البيع للتاجر، في نفس الوقت التاني ارتفاع اسعارها للمستهلك النهائي، معادله صعبه ومعقده.
طب مش قادرين نسيطر على الحلقات الوسيطة اللي بنشتكي منها، ومفيش عندنا منظومة تسويق تعاوني، وبالعربي كده احنا ساقطين في حكاية التعاون دي او في التسويق التعاوني بالذات، لان ما عندناش تعاون اساسا الا في موضوع القطن، وده لان في جمعية محترمة بتتولى ملف تسويقه، وكمان في لجنة اسمها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، ورئيسها راجل محترم خبير هو الاستاذ وليد السعداني. يعني مفيش قدامنا غير اصلاح الامور بايدينا. وبعد رحلة تقصي وتحري وجدنا اننا لازم نعيد النظر في حاجتين: المقننات السمادية اللي بنحطها للمحاصيل بشكل خاطئ ومكلف في الفاضي ولازم نستخدمها وفقا لأساليب علمية، كمان ندرس كويس ملف مكافحة الأفات والأمراض اللي بتخسرنا تقريبا نص محصولنا من غير ما نعرف، خاصة الأمراض المستحدثة اللي سواء جايلنا من برة أو اللي ما نعرفش جات لنا إزاي واللي ما حدش يعرفه حتى الباحثين في مجال المكافحة. معايا في الاستوديو النهاردة لمناقشة الملف ده خبير في مكافحة الأفات، هو المهندس نادر يونس، مدير الإدارة العامة للمكافحة في وزارة الزراعة، وبرحب بيه. إزاي حضرتك يا باشمهندس؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك النهاردة. معايا كمان على إيدي الشمال المهندس صبحي ليلة، وهو أحد خبراء زراعة الزيتون، وده راجل أنا بعرفه من حوالي 10 سنين بالتليفونات بس، لكن قابلته بالصدفة في مناظرة للأمانة رجعتني لسنة أولى حضانة في زراعة الزيتون من جديد. أهلا يا باشمهندس. أهلا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. شرفتنا النهاردة. اتشرفت بحضرتك. يا باشمهندس، عندنا أخطاء شائعة كتير جدا في برامج المكافحة عامة، ودي بتخسرنا كتير. ممكن حضرتك تتكلم لي شوية، تعرفني الأخطاء الشائعة إيه في مجال المكافحة عند المزارع العادي، وحتى المزارع الكبير اللي بيدعي أنه أبو العريف وهو عنده أخطاء شائعة كتيرة جدا في المكافحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إخواتنا المزارعين بيبقى همهم في عند زراعة أي محصول أن هم يحصلوا على الكسب المادي في نهاية الحصاد، بتقليل أقل التكاليف اللي يشتغل عليها. فطبعا هو عشان نحصل على هذا الكلام لازم نتبع الحقيقة أسلوب المكافحة المتكاملة أو الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات. الحقيقة في السبعينات كان معظم المزارعين لما يلاقي عنده آفة بيذهب تفكيره مباشر إلى استخدام المبيد. في الثمانينات وفي التسعينات طبعا اتغيرت هذه الصورة، واحنا طبعا اكتر شعب نكب مبيد في الفاضي. للأسف. وما احناش عارفين احنا بنعمل ايه، بنسمم الغذاء بتاعنا وصادراتنا بترجع، وده بأثر على اقتصادنا اساسا. مش عاوزة كلام. نعم. يعني قصة المبيدات دي برضو دي قصة كبيرة جدا، فان ما كانتش يعني. طب الفلاح قدامه ايه غير كده؟ لا، الفلاح او المزارع بشكل عام الحقيقه هو انا اعتقد ان في السنوات الاخيره يمكن اتعدمت العلاقه ما بين المزارع وما بين المرشد الزراعي او المهندس الزراعي. لازم ترجع الثقه ما بين الاثنين في هذه الفتره. احنا كاداره عامه لمكافحه الافات الحقيقه بنستعمل مضمون اسمه الاداره المتكامله لمكافحه الافات او الانتجريتد بيست كنترول. يا ريت نوضحها، يعني ايه الاداره المتكامله لبرنامج المكافحه؟ يعني حضرتك الاداره المتكامله ان انا ما بعتمدش في المكافحه بتاعتي على المبيد، بل بالعكس المبيد ده بيكون اخر مرحله انا بلجا لها في عنصر المكافحه. بس الفلاح هيصدق؟ مو الفلاح يعني انا شايف قدامي يصدق. انا اسف معلش، انا شايف قدامي فار او تعبان، هقعد افكر له ولا على طول لازم اجيب حاجه واضربه؟ ما هو سيادتك هي دي اللي احنا بنقول عليه، ما هو المتاح عند الفلاح اللي انعدمت العلاقه بينه وبين الوزاره او بين برامج الارشاد بالفعل، المتاح قدامه روح هات مبيد من على الرف من عند التاجر. وانت عارف التجار النهارده نجار حداد صاد في مهنته بجيب كرتونتين مبيد وعاوز يبيعه. لا الحقيقة يا فندم دلوقتي يعني الإدارة العامة لمكافحة الأفات منزلة لجان مهندسين جميع الإدارات عندنا
دلوقتي في تفاعل تام ما بيننا وما بين المزارع، بننزل بنرشده لكيفية الإدارة المكاملة للمحصول اللي هو بيزرعه. فبدأ الحقيقة يكون في تجاوب، يعني احنا حتى في الشهرين اللي فاتوا الحقيقة في تجاوب كبير ما بيننا وما بين المزارعين. طبعا احنا بننزل بنقول للمزارع كلام في غاية الأهمية، ولازم يصدقنا ولازم يجربه، لان هو لو ما جربش طب هيوصل في الاخر لنتيجه ايه؟ انه برضه هيستعمل المبيد اللي هو عاوز يستعمله، وبرضه مش هيجيب معاه العائد الاقتصادي في الاخر، بل بالعكس ده هيقلل المحصول بتاعه. فالحقيقه ان الاداره المتكامله لمكافحه الافات احنا اولا هي بتعتمد في الاساس ان احنا لازم نسلم، يعني احنا ناس بتوع مكافحه لازم نسلم ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الافه دي لتبقى، ما خلقهاش عشان نفنيها، عندها دورة حياة، مش عايزة كلام، عندها دورة حياة. احنا ك ك ك ك كمكافحة ما بنزلش نقول ان احنا هنقضي تماما على هذه الآفة، لان ده من ده شبه مستحيل، انا ما اقدرش اقضي على الآفة تماما. ممكن ندخل في حلقة وسيطة نضربها فنعطل الدائرة بتاعت نموها بالظبط. وده حضرتك من بداية زراعة المحصول انا ببتدي المكافحة بتاعتي، وهي ده اللي انا بقوله لسيادتك ان هي دي الإدارة المتكاملة لمكافحة ازاي بقى من غير مبيد، عشان انقل لنقطة تانية، من غير مبيد او اخلي المبيد الاخر ازاي؟ تمام سيادتك، الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات بالحقيقة بتنقسم لعدة أقسام. أول حاجة اللي هي الطرق الزراعية في معاملة التربة بتاعتي، معاملة الغيط بتاعي. أنا دلوقتي لما باجي أزرع المحصول بتاعي لازم أول حاجة لازم أعمل العمليات الزراعية الأولية، أولا الحرث، العزيء، التسميد، الري، كل دي عوامل ممكن عن طريقها ان انا اقلل اعداد الافات اللي موجوده في هذه الارض. بيحرطوا يا باشمهندس عشان الشمس تضرب الافات وتضرب العذاره وتضرب حاجات كتير، بيحرطهم وبيعزقهم وبيعملوا كل الاشياء دي. لا هقول لسيادتك كمان. هو ممكن يكون الحرث، يعني مثلا انا عندي ارض زراعيه انا عارف ان فيها حفار من الموسم اللي قبله. طيب انا لما اجي احرث هذه الارض هل هحرثها بمحرات عادي زي ما انا كنت بحرث؟ لا، لازم استعمل المحرات اللي هو الحرث العميق والمحرات القلاب عشان يقلب لي التربه من يعني بالبلدي كده من تحت لفوق، فاكشف العذاره او اكشف الطور الكام بتاع الحشره، الشمس الطبيعيه والاعداء الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها هي نفسها دي طريقه من طرق المكافحه. دي الطريقه دي شوفوا، ولكنها انها بسيطه وتبان في الكلام انها بسيطه، ولكنها بتقلل اعداد الافات بتاعتنا، فدي تعتبر طريقه من طرق المكافحه. حضرتك مثلا انا عندي في الاراضي الثقيله اللي موجوده في الاراضي السمراء اللي موجوده في الدلتا مثلا فيها النيماتودا. خليك واقف عند النيماتودا دي لانه ملف كبير، والاراضي الثقيله بتاعتنا في الوادي والدلتا الطينيه، لحد ما اروح بسرعه قبل المهندس الصبح ما يمل مني في برنامج التغذية كمان. أنا الملفات عندي مكافحة يعني كفتين، مكافحة أفات وتغذية سليمة علشان أضمن قيمة مضافة. نعم. أنت عاجبك النهاردة الأخطاء الشائعة اللي بتحصل في مجال تغذية النبات؟ أكيد طبعا. لا أنا هأكمل كلام الباشمهندس نادر. في حالة تقنين التغذية أو التغذية السليمة أنا بحد من تأثير الإصابات الحشرية والإصابات الفطرية. حلو. يعني أنا عندي لو طفل قوي ممكن يقاوم بعض الأمراض، يزود المناعة. نضرب مثال، لو أنا أفرطت في تسميد الأزوتي في فترة النبات ما يكونش محتاج فيها تسميد أزوتي، اللي هي اليوريا والنترات وسلفات النشادر، حد نمو خضر كبير فبيكون عرضة للإصابة بال بيكون كيان هش زي العيل اللي طالع كده على الفاضي. يعني الأثر الثاني اللي بيحصل ان الكيميكالز بتاع التربه بيحصل فيه اختلال، ومجرد ان المناعه الجذريه او المناعه النباتيه بتحصل بتهاجمها احد الامراض الموجوده في التربه، اذا كان فطريات، اذا كان نيماتوده، اذا كان بكتيريا. باذي زياده التسميد او الافراط في التسميد الارضي بيكون احد تقليل الميكروهيزه اللي العالم الان
كله متوجه لها في التغذية لإنتاج محاصيل نظيفة لصحة الإنسان. ولكن أنا يعني تعقيبا على اللي بيحصل في مصر، طبعا لنا ولا حضرتك والمهندس نادر راضيين عن أسلوب التغذية لأن أسلوب أعتقد مش سليم. طيب كده مضطر ان انا ارجع تاني للمهندس نادر. كنت هتتكلم عن النماتودة وعن وجودها في الارض الطينية التقيلة ومعها طبعا اكيد فطريات اعفان الجذور وبكتيريا المعرفش ايه، والمزارع العادي اللي بيقعد يعني يزرع بطاطس ويصرف 20 و25 ألف جنيه على فدان بطاطس وهو مش عارف ان الارض موبوءة ومصابة وبيكافحها باساليب تقليدية، وفي النهاية يقول لك ده انا صرفت 25 ألف وما جبتهمش. تمام يا فندم. ازاي تنصحوا النهارده من الافه دي بالذات، نيماتوده والفيرتيلايزا الفيرتيزاليوم او الفيوزاليوم سيادتك انا دلوقتي انا عارف ان ارض فيها نيماتود. طبعا انا لو جيت طلبت من المزارع ان هو يجي يستغنى عن محصول صيفي، انا انسب حاجه للنيماتوده هي العمليات الميكانيكيه في التربه، ان انا ببتدي فيها من عمليه الحرث والعزيق، ودي ده كلام مهم جدا، يعني ده كلام الحقيقه مش انشا. حضرتك انا لو جيت طلبت من احد المزارعين ان اقول استغنى عن المحصول الصيفي بتاعك ده علشان انت الارض بتاعتك فيها نيماتودة، ريحها شويه نريحها واثناء هذه الراحه تاكد ان هي هتجيب لك بعد كده محصول اوفر من اللي انت بتزرعه دلوقتي. هل تعتقد سيادتك ان هو هيوافق على هذا الكلام؟ لا طبعا مش هيوافق عليه. ليه؟ لانه بيبقى احيانا 70% من المزارعين عندنا انت عارف ما هماش ملاك، بيبقوا مؤجرين. ايوه. ودافع ايجار في السنه 10-12 ألف جنيه للفدان، فعاوز يحلب الفدان ده. ده لو يقدر يزرعه 4 عروات هيزرعه. يبقى سيادتك ما عندناش الا في هذه الحاله ان المزارع علشان يحصل على عائد اقتصادي له فهو لازم انه يقوم برضه بالعمليات الميكانيكيه، لازم يحرث الارض حرث عميق ويعرض هذه الارض للشمس لفترات كبيره في عند درجات حراره كبيره، فممكن يستعمل ساعتها مثلا التعقيم الشمسي. ولكن اذا كانت امكانياته مش هتسمح يبقى احنا هنشتغل على المكافحه المتكامله. هي دي الاساس، وهو ده اللي هيؤدي في الاخر ان احنا نحصل على محصول. انا مصر حضرتك تفكي لي مصطلح المكافحه المتكامله ده وبسرعه كده، يعني تخلي اللي بيسمعني النهارده يعني ايه مكافحه. قلنا منها الحرث والمعاملات الميكانيكيه للتربه عشان اكشف الحاجات دي تطلع على وش التربه الشمس تموتها، ده التعقيم البلدي زي اللي بيغسل الغسيل وبنشره في الشمس. تمام. لدرجه من درجات تعقيم الغسيل. تمام. سيادتك في شيء تاني مهم جدا اللي هي المكافحه الحيويه. حضرتك المكافحه الحيويه دي برضو الحقيقه بنلاقي فيها صعوبات لانها بتعتمد على ثقافه المزارع. انا لما اجي اقول للمزارع خد كارت مثلا زي طفيل التريكوجرام وخد اطلقه عندك في الحقول ده هيجيب معاك ايه الكارت اللي انت مديهولي ده انا عاوز مبيد. سيادتك الحقيقه بمجهودات الحقيقه الاداره المركزيه لمكافحه الافات والاداره العامه لمكافحه الافات بدانا الحقيقه ان احنا ننشر المكافحه الحيويه في الزراعه المصريه، وكانت من اهم حاجاتنا احنا عندنا صوب لتربيه المفترس الاكاروسي. حضرتك احنا عندنا في محافظه الاسماعيليه عندنا 10 صوب، وفي عندنا في ابلي عندنا 4 صوب موجوده في ابلي لتربيه المفترس الاكاروسي. الحقيقه خلي بال حضرتك في ناس قدامنا كتير جدا ما هماش فلاحين ولا مزارعين لكن برضه عاوزين يفهموا الموضوع ده، فانا اسف جدا انا هطلع من الاطار العلمي للاطار البلدي شويه واتكلم مع المشاهد في نص دقيقه. يعني ايه مقاومه حيويه؟ ربنا سبحانه وتعالى خالق الدنيا دي توازن، في حشره ما ينفعش انها تبيض البيض بتاعها الا جوه بيضه حشره ثانيه. فالمفترسات دي اللي احنا بنسميها الترايكوجراما او المفترس الاكاروسي او الى اخره طفيليات حميده نافعه، الوزاره النهارده بتعمل لها معامل، بتعمل لها مفرخات، بتعمل لها مزارع لتنميتها وبتطلقها في كروت تعلقها بتتغذى على البيض اللي موجود في الحشره، يعني دوده القطن او دوده ثمار الزيتون او اي افه من الافات، ما هي في النهايه فيها لها طور اللي هو البيضه زي الفرخه. البيضه الاول البيضه دي بتفقس دوده،
الدودة بتاكل تتحول لعذرة أو شرنقة في دودة الحرير، العذرة أو الشرنقة دي تطلع منها الفراشة اللي احنا بنشوفها ومنها الذبابة المنزلية وذبابة الفاكهة والفراشة البيضة اللي بنسميها في الزراعة أحيانا أبو الدقيق، دي كلها أطوار الحشرة. فهم بيربوا فراشة تبيض البيضة بتاعتها على بيضة حشرة تانية اللي هي الدرة بتاعتها وتتغذى عليها، وما تتغذى جواها تطلع مئات الآلاف من الطفيليات الجديدة اللي بتنتشر، وبالتالي سنة واتنين أو موسم واتنين يتحول الغيط أو الحقل إلى خلية طبيعية يصعب فيها إن أي آفة تدخلها، لأن تربى فيها جيوش من الجيوش الأعداء أو الجيوش الحميدة أو الصديقة للجيوش العدو بتدمرها وبتخلص عليها. أنا قلت الكلام ده صح ولا تضيف؟ الكلام طبعا سيادتك أستاذ يعني. كان في بالمناسبة دي بقى السؤال لك، وزارة الزراعة كانت عاملة عدد من الوحدات أو المعامل لتربية أو تنمية طفيل التريكوجراما لتعميمه على مستوى الجمهورية، وده كان مشروع قديم جدا كان من أيام الدكتور يوسف والي. مظبوط. وأنا شايف إنه تراجع أو تآكل. دور النهاردة الوزارة في عهد الدكتور عبد المنعم البنا، وده رجل باحث محترم وبيحاول يعيد كل الوحدات اللي كانت نايمة دي، دور الإدارة دي في إحيائها تاني إيه؟ الحقيقة ده معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليماته كانت واضحة جدا إن إحنا لازم نتوسع في المكافحة الحيوية، وبقدر الإمكان إن إحنا ما نستخدمش المبيدات إلا في الحالات الحرجة تماما. حضرتك استكمالا لكلام سيادتك، إحنا عندنا معامل لإنتاج طفيل التريكوجراما، فعلا إحنا عندنا على مستوى الجمهورية عندي 15 معمل لطفيل التريكوجراما، في منهم 4 معامل موجودة في إبلي والباقي موجود في بحري في جميع المحافظات تقريبا. حضرتك احنا استعملنا طفيل التريكوجراما على مساحات كبيرة، بدأنا نتوسع شوية في المساحات المزروعة من القطن وبيجيب نتائج، مش عايز أقول لسيادتك إنها نتائج مبهرة على ديدان اللوز. الحقيقة إحنا بتقابلنا شوية مشكلة في بعض الإمكانيات المادية. حضرتك إحنا عاوزين نتوسع في هذه المعامل، في معامل عاوزة يعني تتوضب، في معامل عاوزة نعيد مستلزماتها مرة تانية علشان نقدر إن إحنا ننتج كميات أكبر من هذا الطفيل لاستخدامه. استخدمنا طفيل التريكوجراما طبعا في مكافحة آفات النخيل، كانت في سيوة وكانت جايبة نتائج مذهلة. حضرتك بالنسبة للمفترس الأكاروس اللي تفضلت سيادتك وشرحته للسادة المزارعين، المفترس الأكاروسي احنا دلوقتي الصوبة عندنا كل صوبة تقريبا بتنتج ما يوازي ان احنا نكافح بها من 150 الى 200 فدان. المزارع يقدر يحصل عليها بسهولة يا فندم؟ ده دي ببلاش برامج طبعا. ازاي اخلي المزارع يثق فيها؟ انا بشتل طماطم من اول يوم وان حطيت الشتلة في الارض، ممكن اقول للمزارع وقف المبيدات واستخدم الكروت بتاع التريكوجراما او المفترسات دي؟ لأن تعرف مزارع الطماطم بيخاف من حاجتين، أولا الذبابة البيضة، تمام، اللي انت عارف هتضيع المحصول بتاعه، ثانيا الهم الجديد اللي طالع اللي هي التوت أبسلوت. هل احنا في وزارة الزراعة عندنا برامج حيوية لمكافحة الحاجتين دول عشان المزارع يبطل رش ليل ونهار؟ احنا فعلا احنا طبقنا طفيل التريكوجراما لمكافحة التوت أبسلوت في الطماطم، فعلا الكلام ده اتطبق. لكن اخواتنا المزارعين، حضرتك احنا مش هنتكلم على يعني الستينات والسبعينات، لا، ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله هم عندهم درايه كامله يعني اكتر مننا احنا. حضرتك هم دلوقتي اللي بيجروا على فكره على المكونات الحيويه زي التريكوجراما وزي المفترس الاكاروسي. هو للامانه بمناسبه انه احنا ما عندناش فلوس في الوزاره، طبعا دائما الشعب بيكون في كل دول العالم حتى في امريكا الشعب اغنى من الحكومه. المعني بهذه القضية بالذات قضية تطوير معامل المقاومة الحيوية أو المفترسات الحيوية، أعتقد معني بها اتحادين موجودين في مصر والاتحادين محترمين جدا ولديهم الملاءة والميزانية والرغبة في تطوير هذا الشيء، هو المجلس السلعي لتصدير الحاصلات
البستانية، وده يتبع وزارة التجارة والصناعة، وده فيه أكبر عدد من رجال أعمال المستثمرين في مجال الزراعة والتصدير، وهم معنيين وهم اللي هيحصدهم فوائد هذا الشيء. فأنا بوجه لهم الدعوة للتوجه إلى وزارة الزراعة لدعم الإدارة العامة للمكافحة في تنمية هذه المعامل. الاتحاد الثاني هو اتحاد المصدرين، الاتحاد العام لمنتجي ومصدر الحاصلات البستانية، وده تابع لوزارة الزراعة وبيرأسه رجل محترم حاليا، ومديره العام رجل محترم، وأعتقد أنهم أيضا معنيين بأنهم يحطوا إيدهم في هذا الملف. مضطر أطلع فاصل لأن كترت عليكم، هطلع فاصل صغير، فاصل إعلاني عشان المعلنين ما يزعلوش مننا، وارجع لكم تاني، خليكم معي. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية أعزائي. أهلا بكم مرة تانية مكملين في الملف المهم اللي أنا والله بستهدف فيه بشكل أساسي المستهلك، المستهلك اللي بيأكل، بيأكل خضار وبيأكل فواكه، عاوزينها تكون سليمة صحيا علشان يوفر حتى من فاتورة العلاج. لو طلع الإنتاج الزراعي أو الحاصلات البستانية أو الثمار سليمة من الغيط أكيد الفلاح أيضا هيكسب، يبقى المنظومة الاقتصادية كلها هتتظبط، الفلاح هيبقى سعيد جدا بشغله، والمستهلك هيبقى سعيد جدا بأنه على الأقل بياكل غذاء آمن وخالي من مسببات الأمراض. مهندس صبحي، المهندس نادر كان بيتكلم على برامج المكافحة المتكاملة ودخل في المكافحة الحيوية والتريكوجراما. اللي أنا بعرفه أن مهندس الغيط اللي زيك وزي بيشتغل تغذية وبيطلع براعم وبيطلع زهرة علشان يطلع ثمرة، في النهايه يلاقي حاجه طالعه له كده تقش شويه البراعم او تقش شويه سواء البراعم الخضريه او الزهريه، يبقى بوظت كل برامج التغذيه بتاعته. انت بتبقى راضي عن برامج المكافحه دي؟ وبتطالب ايه النهارده من منصتك دي، وزاره الزراعه للقناه دي تبعها، انك انت تطالبها بالذات انها تكون واقفه جنبك وما تضيعش تعبك كمهندس غير. انا لا اختلف ولا احد في مصر يختلف عن برامج المكافحة المتكاملة، ولكن اسلوب التعامل مع برامج المكافحة المتكاملة في مصر اعتقد انه برنامج غير صحيح. التوصيات اللي بتيجي للمزارع انه بيعمل مثلا 3 اطلاقات او 4 اطلاقات، والاطلاقات دي بتيجي في اوقات حر، الطفيل على 25 مئوي قطعا بيموت، وعصام بيه بيأيدني في ونادر بيه بيأيد، مهندس نادر بيأيدني في هذا الامر. الإطلاقات المفروض تكون في وقت مبكر لم ترتفع فيه درجات الحرارة عشان أضمن زيادة أعداد الطفيل في الغيط، بحيث لو بدأت تهاجمني أحد الحشرات يكون الطفيل واقف كحائط صد، ما استناش لما الحرارة تترفع أو الحشرة أو الإصابة تجيلي وأبدأ أعمل إطلاقات. ده عامل واحد اللي هو عامل الحرارة. طب أنا كمان المفروض بقول لك أنا علشان أبعت عامل يشتغل لازم ابقى ضامن ان العامل ده بعد ساعتين من الجو ده هيلاقي اكل. نعم. اذا لازم ابقى ضامن ان الاطلاقه بتاعتي يعني موازيه او مواكبه لوقت ان الطفيل اللي انا خايف منه انه بايض بيضه موجوده في المزرعه، لان لو ما فيش بيضه هو مش هينمو عليها زي ما انا شرحت. بالظبط كده. بالظبط كده. فانت بتطلق في وقت اصلا ما فيش بيض، بتبقى الحشرات تقريبا على هيئه عذاره او حينما تطلع وزارة الزراعة ببرنامج للمكافحة الحيوية، أنا متأكد لأنه ما بيطلعوش كده من مزاجهم، ده برنامج متكامل
هو بيبقى عارف من إدارة المكافحة مع معهد الوقاية أنه الدودة الفلانية بتبيض يوم إيه، يبقى احنا عندنا موسم لبيض الحشرة دي في الوقت ده، يبقى يطلع بالإطلاقة قبلها بيومين. تمام؟ أنا لكن فيه تجار انت عارف في السوق استغلوا الحكاية دي وعملوها سبوبة وأكل عيش. أعتقد أن كلامك هيكون موجه بالزبط للفئة دي وليس لوزارة الزراعة، لأن وزارة الزراعة أنا هقول لسيادتك يعني وزارة خدمية علمية متكاملة. نعم. عندها كل نعم. الإدارات اللي بتكمل نعم. بعضها. نعم. أنا هقول لحضرتك على حاجة. البعبع اللي بيخوف الناس كلها النهاردة إن ما تولد. أنا بأقسم لك إن أدفع حاجة في المكافحة إن ما تولد. وكان في تعاون مع زميل سوري وزميل أسباني من خيين تحديدا، وقمنا بتجربة وأثبتت جدارتها، والتحليل الأخير أنا ممكن أجيبه لحضرتك زيرو نماتودة. زيرو نماتودة. آه. في الحالة دي أنا متأكد أن كل علماء مصر وباحثين مصر ومنهم المهندس نادر يونس هيمسكك ويظبطك ويقول لك زبطة، تعال يا عم الحاج أنت عملت تجربة للنماتودة، التجربة دي أنت ضفت المحلول ده أو المركب ده، هل انت هتثق فيه ما لم يتجه الى وزارة الزراعة الجهة المسؤولة ويسجل هذا المنتج ويتعرف عليه والوزارة تجربه؟ لا طبعا، لازم انا لا اثق الا في اللي يجي عن طريق وزارة الزراعة ويكون مسجل ويكون نعم. موصي به عن طريق لجنة نعم. مبيدات الافات الزراعية. ده طبعا ده الاجراء على فكرة اللي بيبعث الطمأنينة عندي وعند حضرتك وعند المزارعين بس نفسه. ده ممكن هو يرد عليك ويقول لك انت بتقفل باب الاجتهاد وانا راجل مجتهد في الغيط وليا التجارب لان انا مهندس زراعه ودارس مكافحه ايضا ودارس سلوك حشره وسلوك طفيل وعندي استعداد اجرب، والروتين انت عارف بتاعك لازم اجرب 3 سنين قبل ما اعترف بيك طبعا، وعشان اسجل لازم تكون مجهز فلوس ولازم تكون مجهز سبونسر يدعمك طبعا. فيعمل ايه؟ لا ما يعني سيادتك هو سيادتك كنت عايز هنا تفضل. العلاج الشعبي ما انت عارف انه بيحصل في مجال الامراض البشريه بيطلع معالج شعبي وبيحقق نتائج مبهره فعلا ومعظم الناس بتتجه اليه صح ولا لا؟ اصلا انا عشان اجرب اي اسلوب في المكافحه اجرب على مستوى على سكيل صغير طبعا فدان فدانين لكن ان انا اجي اجرب وبعد كده اجي انشر هذه التجريب للمزارعين طبعا ده اجراء مش مظبوط. المهندس صبحي اصلا للامانه خبير وخبير متخصص في الزيتون، يعني انا قبل الهواء قلت له طب ما نحوتش كده على اي محصول تاني، قال لي لا لو سمحت ادي العيش لخبازه، انا من يوم ما اتخرجت من كليه الزراعه وانا متخصص في الزيتون. تجربتك ايه مع علاج النماتوده ببساطه؟ وانا عاوز المزارع اللي قاعد قدامي لانه يا اخوانا كلنا عارفين ان علاج فدان النماتوده النهارده محتاج من 2000 الى 4000 جنيه علشان مش تقضي كمان علشان تكافح النماتودة ولو في موسم، يعني انا كل سنه عاوز احط انا بس عايز اقول كلمه اتفضل انا راجل مزارع في البيت لست باحث، بتقابلني مشاكل تتضمن في اصابات فطريه، اصابات نماتوديه، اصابات بكتيريه، اصابات حشريه. حاولت كتير مع مبيدات اتضع ان اي مبيد كيميكالز لما بضيفه النماتودة بتحصل لها بتهاجر في طبقات الارض السفلى، واخد بالك، الى ان يقفل اثر المبيد وبتبدا تطلع تاني. بس انا اعرف ان هجرتها بطيئه قوي يا باشمهندس. والله لو هاجر يعني ان لو هجرته بيقولوا سنتي في السنه او بالظبط مش كده؟ بالظبط. بس انا ممكن ارد يعني على سيادتك. هو يا فندم بالنسبه للنماتوده مش اي مبيد بيشتغل مع النماتوده. نعم. في مبيدات اسمها مبيدات نيماتوديه. نعم. متخصصه للنماتوده. نعم. سيادتك طبعا استاذ تعرف ان النماتوده بتتطفل على الجذر تحت سطح التربه. فحضرتك هو كان يجب ان انا اقول لبعض المشاهدين اللي ما لهمش علاقه بالزراعه النماتوده دي حاجه بتخنق الشعيرات الجذريه، بتبقى عقد كده. لا مش تخنق الشعيرات الجذريه تمنع مرور اي عصاره ولا اي غذاء، عقد زي العقد السوداء كده. لا طب بس ابين نقطه بس على النماتوده ما بتخنقش. ده احد انواع النماتوده، النماتوده التعقد. عندنا افظع منها النماتوده الخنجريه، النماتوده التقرح، النماتوده الحلزونيه اللي بتقطع وبتقضي على الشعيرات الجذريه. ده افظع، ده التعقد ديت وبتلاقي الشجره جالها سكته قلبيه وماتت، التعقد ديت وقع ورقها الاول واوب ماتت الشجره ايضا بيحصل لها سكته. التعقد ديت نادر بيه يعني بتعمل عقده في منطقه جذر، هنا الجذر اوتوماتيك بيطلع شعيرات جذريه تاني بعد منه
يعني الشجره بتقاوم، انما ناهيك عن التقرح. اي اصابه نماتوديه بتيجي على الجذر بيعقبها اصابه فطريه بتدمر الشجره من ناحيتين. أيضا. لذلك بيختلط على بعض المزارعين، هل الاصابه دي نماتوديه ولا فطريه؟ طيب المهندس نادر تخصص مكافحه، يعني لما تقول له انا عندي صداع يقول لك خد الدواء المعين، لكن انت انا عاوز تنصح المزارع النهارده، المظاهر اللي بتقول لك ان الشجره دي او الزرعه دي مصابه بالنماتوده ايه هي ببساطه؟ سجل ورانا لو انت قاعد ومهتم بمحصولك وعاوز، النماتوده دي ممكن تخسرك نص محصولك من غير ما تعرف. اولا انا عندي زي ما قلت لحضرتك اكثر من نوع نماتوده في التربه. خطوره الامراض امراض التربه اخطر من امراض النمو الخضري. لان امراض التربه حضرتك ما بتظهرش لا يعني ما بشوفش الا الاثر بتاعها. بتشوف الاثر بعد ما تكون الدنيا اتبهدلت تحت. يبقى انا لو انا ماشي باداره مجموع جذري سليم، لذلك احنا عندنا في مصر للاسف لما بنزرع احنا عايزين بنبص للنمو الخضري، انا عايز ابص للنمو الجذري. انا لو بصيت للنمو الجذري قبل النمو الخضري زرعتها هتنجح طبعا. كل الناس اي حد واعطاك العامه الله يعني الا ما رحم ربي كله بيبص للنمو الخضري كبرت. انا عايز اقول للناس اي نمو خضري بيطلع فيه نمو جذري تحت، يبقى انا المفروض في بدايه زراعتي اشتغل على المجموع الجذري، ما اشتغلش على المجموع الخضري، اشيل من ذاكرتي مجموع من ابني من اساس كويس. ايوه حضرتك لما تيجي البيت عندك بتعمل لبشه خرسانيه، بتحفر وتعمل خرسانه عاديه وخرسانه مسلحه واواعد واسملات وبعد كده تطلع بالابداع. نعم سيادتك، عشان كده احنا قلنا في الاول خالص ان هي العمليات الزراعيه من اول بدايه زراعه البذره او التقاوي اللي هي العمليات الزراعيه اللي احنا هنكشف بيها اذا كان في نماتوده في الارض، تهيئه المهد اللي انا هحط فيه الجنين الاولاني سواء شتله او بذره. بالظبط يا فندم. هو حضرتك بس اذا الفت نظر حضرتك، يعني الكلام حضرتك متصبع على ارض الدلتا، انا بتكلم في ارض صحراويه. انت طلعت من سؤالي وده مهم. لا هقوله جدا. هقوله المظاهر اللي على شكل الشجره. هقوله بس حبايب نادر بيه، بس حاجه واخد بالك نادر بيه، الطامه الكبرى بتبدا عندي من عود الشتله. الاخوه اللي بيشتروا شتله من اي مكان، يا بيه لما تجيب شتلتك في حاجه اسمها معامله على الشتله، انا بتكلم في الزيتون. مظبوط. لازم ابدا بمعامله على الشتله يا محمود. وقبل بيه. المعامله على الشتله تحري مصدر شراء الشتله. لا ده انا ماليش صح ولا لا؟ اللي هو احنا عندنا ايضا وزاره الزراعه المحترمه عندها اداره مخصوصه للرقابه على المشاتل المرخصه وطريقه التعامل على الشتله. انا ما بتكلمش في النقطه دي، النقطه دي مش بتاعتي، انا بتكلم انت جايب لي عود شتله المفروض انا اشتغل عليه. بشتغل عليه ازاي؟ رقم واحد اشتغل عليه اعمل له عمليه اسمها عمليه ادابتيشن. الناس غلابه يجيبوا الشتله من المشتل ونازلينها في الارض على طول تهيئه. ايوه لازم حضرتك قبل ما اجيب العود الشتله اجيبه عندي اسقيه ميتي، اقول له دي ميتي مالحه، انت كنت تشرب ميه حلوه واخد بالك، الجو اللي هزرعه فيه يا ابن الحلال ده الجو اللي هتزرع فيه، انت كنت في صوبه ومكيفه واخد بالك. التربه بحط العود على الارض، الجدر بيشم التربه عشان اعوده انت هتمشي هنا، ده اول خطوات تمشي بيها في المشتل. مظبوط لازم تعمل عمل. وهناك في اسبانيا يقول لك لازم الشكله تقعد في الارض اللي هزرع فيها مش اقل من 15 يوم تخزن كده. الاول اكون حاططها كده على الارض سبحان الله. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني حتى الشتله ممكن تحس انها رايحه فين. الله اكبر. لازم تحسسها بالارض. أيوة. تسمعها صوت الارض. ايوه ده كلام حضرتك صحيح. بتسافر كتير صح؟ حضرتك بتسافر السعوديه كتير، انت بتسافر السعوديه وتيجي بيجي لك دور برد صح؟ في اي دوله؟ في اي دوله هي دي، انا مش عايز شتلتي يجي لها دور برد. دي النقطه الاولانيه. مؤسستك يا فندم لازم تاخدها من مصدر موثوق بيه. لا الشتله لازم تاخدها من مصدر موثوق بيه. يا نادر بيه، يا نادر بيه، انا ما بتكلمش في مصادر، كل واحد يجيب مطرح ما هو عايز. انا بارشد مزارع اقول له يا ابن الحلال من اي مكان بس اعمل كذا كذا كذا، اصلا لو دخلت في مصادر خلي بالك انا عندي الوقت ليميتد، يعني خلاص انا قدامي 10 دقائق واطلع واخلص ومش هنقول كل الكلام اللي انا عايزه. انا هقول لك بس عشان بس ايه، اصل ليه المصدر انا انا هعضف كلام نادر بيه في ربع دقيقه، ليه مصر انا وهو على تحري مصدر شراء الشتله. انا ممكن ابقى رايح شاري شتله شتله زيتون انا عاوز بيكول، بعد ثلاث سنين لما تيجي تبشر الاقيها زيت ما تديهاش بالظبط. يا بيه يا بيه
الله يكرمك يكون محطوط فيها تربه سودة من الوادي والدلتا مش الكيس مش متهيئ صح فتكون جايالي بنيماتودا وبفرتزيليوم وبفيوزيريا بالظبط صح ولا لا؟ الموضوع ده موضوع شائك موضوع كبير طبعا. خليني بس اقول لك عشان نوصل للمكافحه المتكامله اللي قالها بدر بيه. اتفضل. رقم اثنين هبدا اتعامل على هفترض ان فيها نيماتودا فعلا ماليش دعوه ابدا اشتغل على النيماتودا واحنا قلنا ان اثر النيماتودا ما بيبانش الا بعد فتره طويله ودي شكلها بيبقى زي السرطان ايوه بعد ما بخلص جوه بيظهر. هفترض يا نادر بيه ان فيها نيماتودا اجي معالجها من النيماتودا هفترض ان فيها كل الفطريات سواء في فيوزاريوم فرتسيليوم قبل ما ننزلها قبل ما خالص وهي لسه في نزلتها من العربيه في وشها كده يا فندم ده برضه من ضمن المكافحه المتكامله اللي هو اختيار الصنف المقاوم يا بيه لا. اختيار صنف مقاوم ل شوف يا باشمهندس انا في البدايه افترضت ان الفلاح او المزارع لا فاضي انه ينتقي ولا انه يتحرى مصدر عشان المشاهد بس واخد بالك اجي معالج ضد الفطريات يبقى النيماتودا الاول بعد كده فطريات بعد كده ابدا علاجي على الحشرات. المصيبه اللي دخلت مصر حديثا دلوقتي الحالة مدودة في الزيتون والناس غفلان عنه ومحدش بيشوف الدودة بتاعته او هو ايه. انا بشوف الورقة متاكلة. لا يا بيه لا 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 لا, لا موجودة واقولها لك في اوقاتها في طور النشاط اقولها لك ان شاء الله واخد بالك حضرتك. الناس بتجيب الشكل المشتل ما بيتحراش هل هي مصابة ولا ما ولا ولا ما بيبقاش اصابة. انا هقول للمزارع افترض كل الاصابات موجودة في شتلتك وابدا اتعامل عليها. تعاملنا على الحشرات برش احد المبيدات الحشريه ودي شتله مفيش اي مشكله يبقى جهازي اعتقد اكيد لازم لازم يبقى سيستمك. لا لازم يبقى سيستمك. النقطه الاخيره المصيبه اللي هي بتاع الحلم الدودي ده والحلم الدودي ده مصيبه على الزيتون واكثر صنف حساس له اللي هو صنف الدولسي وهو من الاصناف كثيرة الإسمار ثمرتها جميلة جدا وشجرة الزيت في الزيتون لأن ورقها كتير وغزيرة الأوراق وأوراقها غضة ومسكرة بالنسبة للحلم أو للدودة بشكل عام. ما قلتليش بسرعة مظاهر إصابة الشجرة بالنيماتود. إحنا عندنا إحنا محمود بيه برضه مصر على موضوع النيماتود ما مهمة جدا ما أنا طبعا أنا بكالوريوس زراعة 90 وشعبة وقاية نبات وكان البحث بتاعي على النيماتود في الكلية وكان بيدرس لي استاذ دكتور كبير جدا الله يرحمه رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور فتحي سالم نسأل الله عز وجل له ولموتنا الرحمه ده والمغفرة. على فكره والد الدكتور محمد فتحي سالم والدكتور خالد فتحي سالم وهما باحثين عظيمين في مصر واخد بال حضرتك والراجل ده علمني النيماتودا صح وانا حبيت الموضوع ده واشتغلت معاه وقت المظاهر احنا عندنا لو بصينا مظهر الاصابه في النيماتودا لاي حد بيشتغل انا عندي التعقد أول ما أشوف ورقة صفراء إبرية صغيرة تعقد يعني البرم يبقى طالع كده ورقه أصفر وقرب يتبرم يبقى إبري بتبقى شكل ورقة البذرة بس لونها شاحب أحيانا المزارع يقول لك ده نقص عناصر لا ده ملوحة لا ويقعد يعالج من الملوحة ونقص العناصر وحط فلوس وهي أساسا نيماتودا لا يعني براعم ما وصلتهاش اي تغذيه لان الجدر بتاعها تحت مات اللي هيوصل لها لان كل ورقه وكل حاجه على الشجره دي متوصل لها جذر شعري زي الابره تحت موصول بقى سبحان الله نعم عندي النيماتودا الحلزونيه او نيماتودا التقرح او النيماتودا الخنجريه اثرهم واحد بتلاقي الفرع ناشئ بيطلع وبينشف اول باول والورقه بتبقى فيها مسحه شاحبه من الناحيه اللي فوق او من اللي تحت دي نيماتودا التقرح او الحلزونيه او نيماتودا الخنجريه علاجها بمنتهى البساطه كيماوي ولا لا كيماوي الاثنين لا يعني اللا كيماوي دوت موضوع كبير جدا وانا انا بحتفظ له حلقه تانية ان شاء الله لانه حتى البحث العلمي مش يعترف بيه دلوقتي لا 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 على فكره اوروبا كلها معترفه بيه وشغالين بيه وللعلم حضرتك سوريا قبل الانهيار كانت شغاله بيه يعني مش عصير توم وعصير ريحان وعصير نعناع وعصير كافور لا 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 حاجات طيب طبيعيه خالص طيب احتفظ بنفسك وهتموت بيه وربنا يحاسبك عليه يا باشمهندس. وزاره الزراعه كان لها دور عظيم جدا في مقاومه العفن الهبابي في المانجا اللي دمر اشجار ثلاث محافظات الشرقيه والاسماعيليه والسويس
ولسه اعتقد الوزاره شغاله فيه دلوقتي. ممكن تقول لنا قصه العفن الهبابي هو ايه واسبابه ايه وازاي اعمل له مقاومه، ولو جالي غصب عني ازاي ان انا يعني اتفادى الاول بالوقايه، وازاي اقاومه لو حصل. سيادتك، العفن الهبابي الاسود على اشجار المانجو الحقيقه ظاهر بوضوح جدا في محافظه الاسماعيليه والشرقيه، وفعلا زي ما سيادتك قلت السويس، بالرغم انه ان احنا كمان لقينا من اللجان اللي نزلت مرت ان موجود في وجه قبلي شويه، وخاصه في الجيزه. الحقيقه العفن الهبابي الاسود ده بيجي نتيجه وجود الحشره القشريه في السطح السفلي لورقه المانجا، فبتتغذى على العصاره، فبتعمل حاجه اسمها ندوه عسليه. هذه الندوه العسليه بيترمم عليها الفطر ويسبب لي يعني في افرازات ناتجه من تغذيه الحشره القشريه على نسيج الورق. بالظبط، افرازات عسليه بتحصل. بالظبط، تمام. بيترمم عليها الفطر، فبيبتدي بيسد مسام الورقه، فما بيخليش انها يحصل عمليه التمثيل الضوئي، وده طبعا بيقضي على الشجر. ولما بتنشف طبعا بتكون الهباب الاسود ده. بالظبط، تبقى حضرتك على الورقه بيبقى هباب اسود، وصعب انك تصنع العفن الهبابي. تمام. الحقيقه كان دور وزاره الزراعه في هذا المجال دور كبير جدا. حضرتك اولا احنا علشان يعني نكافح هذا المرض، سيادتك قلت لي عايز اسلوب المكافحه، حضرتك احنا لازم ان احنا نهتم عمليات التأليم وتفتيح قلب الشجرة اللي تعرضها للشمس، وبعد كده بنخش بعد عملية التأليم على طول بنخش بأي مطهر. التأليم ده احد اساليب الوقاية، ده لان الشمس بتنزل فمش هيحصل حشرة قشرية. ده من اهمها، ده حاجة مهمة، ده من اهمها على فكرة. وتأليم الشجرة يا فندم، يعني احنا في الاسماعيلية انا لان لما نزلنا لقينا شجر طوله 6 و7 و10 متر ومقفول في بعضه، مقفول في بعضه. فروحنا لاصحاب هذه المزارع، يعني انت ايه اللي مخلي كده وانت عندك العفن والحشره بقالها 3 سنين في ارضك وما بيجيبش محصول؟ فبدانا الحقيقه برضو عن طريق لجان الاداره المركزيه لمكافحه الافات والاداره العامه لمكافحه الافات، نزلنا على طول لهذه الاراضي، ادينا التوصيات ان بعد عمليه التاليم بنخش على طول. يا ريت الساده المزارعين يكونوا شايفين عشان يكتبوا هذه التوصيات، لان في توصيات دي توصيات وزارة الزراعة من معهد بحوث وقاية النباتات. بعد التأليم بنخش بالمطهر، بأي مطهر من مركبات النحاس وليكن مثلا أوكسيكلورو النحاس. بعد المطهر بعدها بأسبوع بنبتدي بالدخول بالتوصيات بتاعة الوزارة. بغسل بالصابون البوتاسي. بالظبط، علشان اغسل الديترجنت. ايوه، غسيل للشجره، مش رش، مش رش شمسي. غسيل اغسل العفن الهبابي، اغسل الهباب اللي اتكون على الشجره. تماما، بالصابون البوتاسي واللي الاداره صنعته في مصانع. انا لان الحلقه انتهت فانا مضطر من زمان، وانا بقول لكم الحق يعني المخرج بيقول لي باقي دقيقه لكل شخص. هو سيادتك يعني الموضوع ده الحقيقه في غايه الاهميه، فهو يعني في عجاله سريعه جدا ان احنا بعد ما بنخش بالمطهر بخش بالديترجنت بتاعي بعدها ب 10 او 15 يوم، وبعد 5 ايام بخش بالزيت المعدني الموصي به والمسجل في وزاره الزراعه. وانا برجو الحقيقه ذات المزارعين انهم ما يجيبوش اي زيت من بره، لان احنا لما نزلنا لقينا زيوت غير موصي بها على المانجا. الغش في الزيوت المعدنيه كتير جدا، ودي بتعمل لك مصيبه. يبقى انا الاول بسرعه علشان انا وقت انتهى بعد اذن الساده الضيوف، تأليم كويس عشان الشمس تدخل فتعقم، ما يحصلش حشره قشريه، وبالتالي ما تحصلش ندوه او افرازات تلم العفن الهبابي نتيجه تكون فطر، وبالتالي ارجع اغسل تاني بالصابون البوتاسي، وبعدين ارش. عندك تعقيب يا باشمهندس الصبح على الحكايه دي؟ من اساليب تفاقم العفن الهبابي طبعا بنعاني منه في الزيتون، وسببه الاول والاخير ان العلق لما بيطلع بينمو عليه المن له افرازات عسليه زي ما تفضل باشمهندس نادر. ده موجود على الرمان وموجود في المصيبه الاكبر ان احنا عندنا التاجر بيجمع في مزرعه محمود بيه نادر بيه، الولد العامل جاي حامل الفطر معاه،
وياخده ينقله عندي. وانا مش هحمي كل عامل جاي على باب المزرعه، ده انا امسكه اولع في الجلابيه، مش حميه، اولع في الجلابيه بتاعته. مضطر انهي حلقتي لانه خلاص الوقت انتهى والمخرج على ودني شغال، لكن انا عاوز الفت نظر الساده المشاهدين كمان لانه وزاره الزراعه مشكوره قامت ايضا ببرنامج مهم جدا في الاسابيع اللي فاتت لمكافحه بعوضه حمى الضنك في محافظه البحر الاحمر. وزاره الزراعه هي صمام الامان في هذا البلد، صمام الامن القومي، هي وزاره خدميه. ومن يظن انه حين يضرب في وزاره الزراعه سيحرز انتصارات، لا، هو سيضر بنفسه وسيضر باقتصاد بلده. في نهايه حلقتنا هذه يطيب لي ان اشكركم جزيلا على حسن المتابعه، واشكر ضيفي في الاستديو المهندس نادر يونس مدير عام الاداره العامه لمكافحه الافات بوزاره الزراعه، بشكر حضرتك يا باشمهندس. شكرا يا فندم. الخبير المحترم جدا خبير الغيط المهندس صبحي ليلى خبير زراعه الزيتون، انا بشكرك وسعيد جدا جدا بحضرتك يا فندم، وانا ليا الشرف. وعلى امل ووعد ان شاء الله انك تكمل لي برنامج مكافحه النماتوده. بشكركم وتصبحون على الف خير. هذا البرنامج برعايه